من خلال القرار الأخير للسيد رئيس الجمهورية الذي يعني أتاح الفرصة للكثير من الشباب في الجنوب الجزائري للتوظيف في قطاع الشباب والرياضة، أعتبر هذا القرار يمكن منصف في هذه الآونة، خاصة أنه الكثير من الشباب وخريجي المعاهد العليا والمدارس العليا في إطارات الشباب والرياضة يحتاجون بدفعة قوية في الجنوب لترقية هذا المستوى أكثر، يعني إدماج الشباب، يعني إتاحة فرصة العمل، لأنه الجنوب اليوم أصبح لديه دور كبير جدا في التنمية المحلية في التنمية الوطنية. نثمن قرار سيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على قرار توظيف شباب في قطاع الشباب والرياضة. بداية أشكر رئيس الجمهورية حول هذا القرار الذي اتخذه تجاه الجنوب شباب الجنوب وهو في مجال الرياضة، حيث نلاحظ أن العديد من الشباب في الجنوب لديهم ميولات في مجال الرياضة ويحتاجون إلى التحفيز وإلى التشجيع لإبراز قدراتهم في هذا المجال. قرار فعال في توظيف الشباب، نشكره على هذه المجهودات المبذولة. نثمن من القرار الأخير الذي اتخذه رئيس الجمهورية المتعلق بتوظيف الشباب لقطاع وزارة الشباب والرياضة، نثمن مثل هذه المبادرات. مثل هذه المبادرات تدفع الشباب أكثر للعمل أكثر، خاصة الشباب الخريجين المعاهد والجامعات.